السلام مشاهدين، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كيف نوا كنتوما ماشيين مع هاد السخانه؟ ونتمنى كلشي يكون لاباس. اللي فحال اللي كنقولوا اللي كيجي في وقته ما كيلعب. اليوم جيت نقدم لكم واحد الوصفه. دابا غنزولوا من الروتين ديالنا، غادي نمشيو غنعمل لكم واحد الوصفه اللي هي اسيويه 100%، لي نوي على شينواز. هذه هاد لا غوسيط كنعمل وليداتي، كنحمقهم وسورتو كتجي رائعه وما فيهاش بزاف ديال لي زانغريديون. بالنسبه لي زانغريديون اللي خصنا، عندنا كيف كتشوفوا جوج ديال التعيدات، عندنا واحد الفليفله، جوج درويصات ديال الثوم، هاد لي نوي، ها نتوما هادو، وعندنا البروكولي. ديك ساعتك غادي نوريكم الطريقه ديال التحضير ديالهم، وطبعا غنعملوهم انا هاد النوبه هادي غادي نعملهم بالكروفات، ما غنعملهمش بالدجاج، حتى بالدجاج كيجيو غزالين، لي لاميل طوالين كيجيو رائعين تما بالدجاج. حق انا دابا غنعملهم بالكروفات، شهيتهم نعملهم بالكروفات، دائما كنعملوهم بالدجاج، دابا غادي نعملهم بالكروفات، لان حتى بالكروفات كيعطي واحد الطعم غزال. ولكن انا كنقول لكم هما بالدجاج كيجيو احسن، وديك الدجاج خاصو يجي طويل فحال دوك لي لاميل ديال اللي كنعملوهم ديال الشاورما، وكيجيو طوالين نتوما عارفين، غير هما رقاقين صافي. وديك ساعتك احنا ننتقلوا دابا للطريقه ديال كيفاش غنقطعوا هاد الخضيره هادي وكيفاش غنسلقوا المسائل كامله. هنايا كيف ما كتشوفوا بقاش ناقينا داك التعيده ديالنا، كنقطعوها هيدا بالطول، هيدا باش كتجينا طويله ما كيجيش يعاود داك خيزو هيداك خشين. هايد شفتو؟ كتشوفو معايا ياك؟ كتجي لذيذة صدقوني، كتجي رائعة. صافي وكنستمروا هيدا. انا تشوف كاين اللي ما كيسلقهمش، انا كنعملهم غير واحد نص سلقه، ماشي سلقه، غير نص سلقه غير كيدخل معاهم الطياب عاد كنصوطيهم. الحق كاين اللي ما كيسلقهمش، هي لا غوسيط انيسيال زعما الحقيقيه، ما كيسلقوش هما، هيدا كيتصوطوا في المقله بلا ما يتسلقوا، ولكن انا ما قلت لكم كنسلقهم، غير ماشي كنسلقوا غير كندخل معاهم الطياب. ها نتوما كي كتشوفوا كيجيو رقاقين مره. هنا غادي ناخذ البروكولي، ناخذ لي طرونش اللي خاصنا، ما غنعملوش هادشي كامل طبعا، وغنحاولوا ناخذ ما نعملوش هادو اللي صفر، نعملو غير الخضر. نوريكم شنو غادي، وهادو حتى هما كنسلقوهم ميم با ميم با ميم با 5 دقائق، ومني كنصفيوهم كنعملوهم في الماء يكون بارد، نكونوا معنا الماء باردين نوجدوهم فيهم، نغطسوهم من يدي. هادو شفتو هادو لي صفر انا كنزولهم، هكذا هكذا، ونحاولوا نفرقوهم. هيد هيد تنكملوا، انا قلت لكم ونسلقوهم 5 ديال الدقائق، ومن بعد نغطسوهم في الماء باردين باش كيبقاو محافظين على ديك لا فيردور ديالهم، ما يكحلوش. صافي وعاود منين غنسلقو، دابا انا عملت التعيده ديالي تسلق ديك 5 دقائق، وغادي نعمل حتى هاد لي بروكولي حتى هما 5 دقائق، ومن بعد غادي نعمل لي نوي ديالي حتى هما 5 دقائق، وحتى هما اون فوا يتسلقو نرش عليهم نخوي عليهم الماء باردين دائما. ها هم هاد القياس اللي غادي نعملو، ما غنعملوش بزاف. هاد لي بروكولي كيف ما كتعرفوا راه فيهم واحد المنافع كبيره بزاف، غير هو ان العيال ديالي ما كياكلوهمش. بالنسبه للفلفل الاحمر غادي ناخذ موسكبه من هذا، نزولو منها هاد السقيعه هادي،
هذه القطعه ونغسلوها مزيان. وحتى هي غادي نحاولوا نقطعوها، هيدا طويله ورقيقه رقيقه مره مره مره. هيدا ونستمروا بهذه الطريقه هذه. هنايا انتما كتشوفوا عملت الفليفله ديالي، هنايا غادي نزيد عليها واحد شويه ديال الزيت وغادي نشحرها حتى تسخف، غير نشحرها غير نشحرها فقط غير تسخف، حيت هذه الوصفه حيت انت كنت كما كتعرفوا تشينوس ما كياكلوش الماكله طيبه بزاف، وديجا في الحقيقه لان ديجا هاد الخضر هذه ملي كطيب بزاف كتفقد المنافع ديالها، وديك ديك لي ماتير اللي خصنا الذات ديالنا تستافد منه، من كلشي كيكون مشى مع العافيه، مشى مع السليق، مشى مع كلشي، يعني حنايا خصنا غير ندخل معاهم شويه طياب ونزولهم العافيه. هنايا كناخذ واحد جوج درويصات ديال الدريسات ديال التو، كان راهم هكا الحق، هادو غنضيفوهم على هاد الكريفات ديالنا، هادو غنشحروهم مع الكريفات ديالنا. الخيزو ديالنا ها نتوما كتشوفوا سلقناه ديك غير شويه وباقي قاصح، غير شويه دخل معاه، وها نتوما كتشوفوا الكولور ديالو. هاد لاستيوس راه مهم ملي تسلقوا شي حاجه وتبغيو مثلا هادو الخضر اولا الخضر اللي كيكونوا فيه هاد لي كولور هيدا كيخصكم تحافظوا عليهم، هاد لا كولور دائما كيف تسلقوهم رشوهم بالماء باردين 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 بيان كلاصي. ها نتوما كيف ما كتشوفوا الفليفله ديالنا ها هي شتيها كيبقى ما خليتهاش تطابق بزاف، غنزولوها غنخليوها هنايا، وهنا نفس المقله غادي نسوطيو الخيزو ديالنا. الخيزو ديالنا غادي نسوطيوه مع شويه الملاح شويه الابزار شويه ديال الثوم مغبره. هنايا كيف ما قلت لكم غنزيدو شويه المليحه غير شويوش، خصكم نضربو الفن لان غنملحو خيزو غيتملح بوحدو، غيتملح لي بروكولي بوحديتو، كلشي غيتملح بوحديتو، يعني خصكم تردو البال لا يجيكم داكشي مالح. غادي نضيفو شويه ديال نجبدو الملح و لي قلنا و ديك الثوم مغبره ما نكثروهاش، لان ديجا انا قلت لكم عندنا الثوم غنعملوها مع غادي نعملوها مع هذا مع لي كروفات. شويه ونطفيو على هذا، لي بروكولي ضروري درنا معاهم شويه الملح لان هما ما غنصوطيوهمش هنايا، غادي نعملو حتى ننزلو كلشي عاد نصوطيوهم، يعني ها هما غيضافو حتى الاخر. هنايا كتشوفوني وجدت الزيوت ديالي لان هاد لي غوسيت شينوا ضروري كيمشيو مع هاد الزيوت. هنا غادي نزولو عاود، ها نتوما كتشوفو
البيضة دابا هنا غادي نضيفو لي كروفات ديالنا حتى نزيدو لهم شويش ديال الزيت مورا ما تسلقو هاد لي بروكولي. هاو كتشوفو الما كيفاش نوا بارد. صافي وكنخدمهم هيدا يقطرو وغادي نكوزو غنسلقو لي نوي ديالنا. نسلقو كيف ما قلت لكم. تشوف راه كاينين جوج انواع د هاد لي نوي، كاين لي غلاطين لي عاديين وكاين هادو الرقاقين. انا كنفضل هادو لي رقاقين، ما كيجيوش معجنين في الحقيقه. ها هما هاد الباكي كيكفى الأربعة ديال لي بيغسون. ها هما حنايا كوم صافي الله، حنايا عندنا خمسة يعني غنزيد وحدة بحال هكدا صافي ونعملوهم يتسوقو. هنايا دابا غادي نعملو لي كروفات لي قلنا لي حكينا عليهم، داك جوج دريسات ديال الكرة والبوطان ديالنا ماشي مهيله بزاف بحال اللي كنقولكم دائما، لان لي كروفات الا مهلتو عليهم البوطه كيبداو يطلقو ديك الما كيستاتو، يعني خاص البوطه تكون عاديه. وبحال اللي قلت لكم في الاول هاد لا روسيت راه ممكن تكون بالدجاج، لان حتى الدجاج كتجي رائعه. انا دابا توفر لي الكروفات، شريت نعمل لهم بالكروفات، اما هما بالدجاج بدوك لي لاميل كيجيو بحال اللي كنعملو في الشاورما، دوك لي لاميل هيدا طوالين كيجيو يا سلام. هنايا غادي نضيفو لاصو الصوجة في هاد المرحلة هادي. غادي نعملو ديك لاصوص ديال تيرياكي. هاد لي صوص كيجيو بواحد الدرجة كيجيو غزالين في هاد المسائل ديال لي كتكون فيها الحوت، رائعة. وعاد كنزيدو هاد لي صوص هادو ديال نيوكمان، هادو عاود حتى هما رائعين. انا كنقول لك كنضيفهم بثلاثه لان كيضيفوا واحد اللمسه مزيونه في هاد الوصفات هادو. هذا سو فورم د الزيت، هذا زيت تقريبا ما غندخلوه شي حيت حنا باقي ملي غنضيفوا العناصر كامله غادي نعاود نضيفوه. هيدا وديك ساعاتك اون فوا غير شويش يدخل معاهم طياب حتى هما، غنضيفو ديك التجعيده ديك الفلفل، وغتكون هادي تسلقت حتى هي غنضيفوها ونخلطو كلشي ونضيفو شويش ديال هاد الزيوت بثلاثه. وغادي نعاود نعملو البروكولي ديالنا، غنفتتوه ماشي نفتتوه غير يبقاو عريشات ما يجيش هيدا كبير خشين. هنا كيف ما كتشوفو كترجع ديك لاصوص لي هنايا كترجع عاقده في هاد لي طاب هادي. كنضيفو الفليفله ديالنا، كنضيفو الجعيدة ديالنا، وغنعملو شويش القصدور مع النص مطحين مزيان، مثلا نخلطو هادشي، وغنضيفو القصدور مع النص مع بقعة كبيرة. هنايا عملنا ديك القصدور مع النص ديالنا، عطيه واحد الموسم ما تطلع غزالة. كاين اللي كيعمل حتى البصل حتى هي كتكون هيدا دي لاميل طوالين، انا ما كتعجبنيش بزاف الحق، ممكن اللي كتعجبو يقدر يستعملها، انا ما كتعجبنيش ولا غوصات انيسيال ما فيهاش. هنايا كيمكن لكم في هاد لي طاب هادي كتحكو ديك سكينجبير طري داك لي خضر
كتحكوه. انا ما كنعملوش لان كيجي شويه شحار، ما كيعجبوهمش الوليدات ديالي وقوي عليهم. هاد لي طاب هادي هنا كنسوي على هاد لاق، هاد لي قامه ديالنا كنسوي عليها، كنستناو العنوي ديالنا. وهاد لي طاب هادي مهمه ملي كنكسو على البوطه، هاد لي طاب مهمه قبل ما كنضيفو هاد العنوي على هاد الخضيره ديالنا ولي كروفات، لان خاص ديك لانغغيديون يتجانسو مع بعضيتهم باش كيعطيو واحد اللذه لذيذه وكيتهدكو. عاد ملي كنضيفو هادو هنايا، انايا نقدر دابا نضيف هاد يا ربي تثبتنا على الدمج، هاد لي بروكولي هادو نضيفهم باش حتى هما يشربو معاهم ديك القمه، ما تفتحوهمش بزاف غير صغارين. شتو راه غير 5 دقائق كانت كافيه انهم يكونوا تسلقوا. داكشي اش كنقول لكم شهيده ما غايجيش مزيان، غايجي خشين. كيجيو لذادين الصراحه هاد لينوي في لا غوسيت شينواز، كيجيو غزالين غزالين. غنعمل واحد التحريكه غير خفيفه غير خفيفه غير خفيفه، ديالنا دابا ملي جابوا الغليه كيفما كتشوفوا عندهم 5 ديال الدقائق ما كاملاش ما كاملاش، ويكون عندنا الماء ودائما بحال اللي كنقول لكم يكون عندنا الماء واجد بارد. صدقوني الا جربتوا هذه الوصفه والله العظيم الا غتحمقكم كتجي غزاله. وطبعا هادو راهم كيحمقوهم العيال، انتم كتعرفوا العيال كيعجبوهم هادو. نسيت شنو مسميين اللي كيتباعو صغارين، انا عمري ما شريتهم لولادي لان دائما كنت كنخاف منهم. هو ساعة الله يحفظه. صافي باقي لهم واحد 2 دقائق ونطفي عليهم نصفيهم ونعاودو نتاقو نوريكم شنو غادي نعمل. ها هما هادو صافي راهم شفتوهم كيفاش نوما لينوي ديالنا، ها هما صفو وخوينا عليهم ما باردين. هنايا هاد الطويصة هادي شوفو شنو غادي نعمل فيها. هنايا غادي نعملو فيها واحد معلقة ديال لاصوص صوجة، هايدا معلقة كبيرة، هادي داك ترياكي ومعلقة ديال لاصوص صوجة كاملين معلقة معلقة، وهاد يوكمان تاهو تاهو معلقة كبيرة هايدا، وغادي نضيفو معهم معلقة ديال السكر، حيت كيفما كتعرفو الطبخ الآسيوي أون جينيرال كيستعملو كيعملو داك لو ميلونج بين الملح والحلو. هاهي معلقة معلقة غير صغيرة، في لو نورمال في نورمال راه حتى ديك لي كروفيت ملي كنجيو نسوطيوهم كنسوطيوهم مع معلقة ديال العسل. أنا مبغيتش نستعمل العسل، قلت إلو ميو كان أنا دائما مكنستعملش العسل، كنعمل غير هاد المعلقة السكر، هاد المعلقة السكر أون فوا غادي نضيفو هاد لينوي ديالنا هنايا هاهدا. غادي نخلطو مزيان العصافير، غادي نزولو هادو لان صافي انتهت المهمه ديالنا. هنايا غادي نخلطو مزيان هاد العناصر هيدا من الفوق لتحت، حقي الفوق فردو سمو باش ما نخربطوش الدنيا ونوسخو بها عاود نصفيو خصنا نحكو. اون فوا خلطنا كلشي مع بعضو غادي نشعلو البوطه من هنا هيدا
وغادي نضيفوا ديك المعلقه ديال لي صوص اللي عملنا مع معلقه ديال السكر. عرفتي راه كتضيف لها واحد اللمسه خطيره. هنا كنعاودو نحركو الخضيره ديالنا. هي هاد المقله اللي عملت صغيره على هاد لي زانغغيديون كاملين. الحق راه ماشي مشكل، هاد لافير لافير. حنا كنحركو ما نوقفوش، هي او ميم طون كنزيدو نخلطو ديك الخضيره ديالنا كطلع الفوق وديك المسائل كتجانس مع بعضيتها. ودابا في هاد الاثناء كنقدمو كنوجدو التبصيل ديالنا ديال التقديم. جمع هاد الماتريال هنا صافي، هنايا كتكون وجدات. جربوها وغتشوفو على مذاق فيها غزال 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 بزاف الصراحة، كيحمق ورائع. كنضيف واحد الحبيبات ديال الزنجلان السمسم، لان هي هاد الوصفه هادي كتمشي بزاف مع الزنجلان ومع الزيت ديال الزنجلان لي سيزام. حبه السمسم هايدا. ايوا اش غادي نقول لكم، الوصفه ديالنا ها هي وجدت كيف ما كتشوفوها غزاله. وطبعا المسائل ديالها هما هادو. ايوا نتمنى تكون هذه الوصفه عجبتكم وراقت لكم وتكون زعما خفيفه على قلبكم، ولكن راها رائعه الصراحه. جربوها وكنقول لكم بحال دائما شكرا على التتبع ديالكم، شكرا على التشجيعات ديالكم. والناس اللي عاد غيدخلوا يشوفوا لاشين ديالي مرحبا بكم. وما تنساوش دائما الى عجبتكم الفيديو لايك وابوني وتفعلوا الجرس وتشي تعليقات باش يوصلكم دائما الجديد ديالي. ومع السلامه وشكرا.